المقترح الموالي عدد 187 187 تعديل الفصل بحيث تكون الصيغة الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع وتسعى الدولة إلى حمايتها. تدافع عن هذا المقترح السيدة لبنى الجريبي والرأي ضد السيدة فريدة العبيدي. شكرا. السيدة لبنى الجريبي تفضلي ثلاث دقائق الرأي معا. شكرا سيدة الرئيسة. بالطبع الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمعات ولمجتمع تونسي كما جاء في المعاهدات الدولية اللي صادقت عليها تونس، وحرصت المادة 23 من العهد المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية على التأكيد على حماية الأسرة، ونحن كنا متفقون في هذا المجلس في على هذا المبدأ. ولكن التدخل متاعي يهدف فقط إلى إبعاد الغموض في هذا الفصل، لأن الصيغة اللي موجودة هي صيغة مبهمة. فالدولة كيف تحمي الأسرة؟ دولة تحمي الأسرة من خلال توفير الحقوق الاقتصادية والظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل أفراد الأسرة، الصحة، التعليم، التغطية الاجتماعية، تنقل العائلة، كل هذه العناصر، الرفاهة، لبيانيتر، هذم الكلهم باش يوفروا الظروف اللي يلزمها تسعى الدولة لتكريسها وتوفيرها ولتوفير المناخ لكي تكون المناخ طيب للعائلة، وباش تبدأ هذا العائلة محمية وهكذا تحمي العائلة. فالصيغة اللي جات صيغة مبهمة، واللي من اليوم الأهداف هذه موجودة في فصول الدستور، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كلها اليوم تسعى الدولة إلى معناها إقرارها في الدستور وإلزامية الدولة بالصيغة اللي جات فيه. احنا الاقتراح متاعنا تغييرها بتسعى. احنا نلاحظوا اليوم اللي الفصل 8 مثلا نتبع هذا التمشي، أفرد الدولة تعمل على توسيع إسهام الشباب في التنمية الاجتماعية، تسعى الدولة، يعني الإلزامية راهي عندها تداعيات قانونية اللي ما نعرفوهاش. إذا كانت الدولة تسعى إلى تحسين جودة التعليم، الدولة تسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في الفصل 12، فهي هذه المطالب أساسية اللي من باب أولى وأحرى نيوما أن تكون ملزمة باليوم للدولة. فالطلب لهنا هو تغيير هذه الإلزامية إلى السعي إلى ذلك، لأنه هناك تداعيات قانونية في حالة عدم وصول ولا عدم توفر الدولة للإمكانيات اللي باش تخليها توصل لهذا الهدف، فسنجد نفسنا أمام إخلال قانوني هام. لهذا نقترح، واحنا موجود هذا الكل جانب هذه موجودة في مجلة الأحوال الشخصية اللي تهتم بالعلاقات الأسرية واللي تنظم الحقوق والواجبات داخل الأسرة. لهذا ندعو زملائي النواب إلى تفهم هذا اللبس وهذه الصيغة القانونية والتصويت مع هذا التنقيح، هو أنه تسعى الدولة وتغيير ذلك بالإلزامية إلى السعي وتوفير كل الإجراءات للوصول إلى هذا الهدف. وشكراً.